احنا هسه وياك صورنا انت احنا يم وسط نياس من دروس فورماتو قيم المكان ايش قيمه وشلون انتم متوارثين هالمهنه؟ هذا المهنه احنا متوارثينها من ابونا يعني وراثه من جدنا والشغله احنا شغله الفخار قديمه حتى كل الدول كل الحضارات في شغله خاصه احنا العراق من ناحيه الفارديه نعم صح. فهذا احنا موارثينه من جدنا عباس وعباس عنده خمسه ولد كلهم يشتغلون هاي ساعات شاطر مثلا العابدين قنبر عباس الياس خضر هياس يعني خمسه بس يشتغلون هذا واولادكم عندكم اولادنا هسه قاعد يتعلمون شكرا احنا وياكم من دوس خرماتو وهذا المكان ايضا بناء قديم تاريخي هذا احنا هذا المحل من 67 من 67 هذا المحل